قال شروطها ثلاثة: معرفة المنفعة، لابد أن تعرف المنفعة، يعني يستأجره لأجل كذا، لابد أن تكون المنفعة معروفة حتى لا يكون غرر، ما يكون منفعة مجهولة. مثلا تجي حق واحد تقول له تعال عامل، تعال أبيك تشتغل عندي. أشتغل ماذا؟ بكم؟ قال بأعطيك 50 دينار. إيش أسوي؟ أنت لما تجي تشوف، يوم جاء ولا يبي يبني له دارين وصالة، وشوفين 50 دينار. فلا بد تكون معلومة ما هي الإجارة، ماذا تريد أن تفعل، ما تريد أن أفعل لك. أبي أجر منك سيارتك بكم؟ قال له 100 دينار أجارها بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم. قال له تم، أخذها راح فيها تركيا مثلا، لو قلنا أنه مسموح مثلا يخرج من بلاد إلى بلاد، وشال فيها سمنت وهراسة بيوم واحد خلال شهر تنهى، صار لها 7 سنين مستعملة، وركب فيها خرفان ورا المراتب وكذا. لا، لابد أن تكون الإجارة معلومة، المنفعة معلومة، ماذا تريد أن أعمل، ماذا تستأجر، وهكذا. إذا لابد أن تكون أول المنفعة معلومة حتى لا يكون هناك غرر، فلا يجوز أن تكون المنفعة مجهولة.